هذا الدور يتمثل في وضع واحد البرامج الحاجبه لهذه المواقع الاباحيه. اثنين وضع البرامج التذكيريه. كثير من البرامج وانتم تعلمونها وباذن الله احنا على موقع يطوى الله وضعنا العديد من هذه البرامج علشان تكون مساله سهله باذن الله ان احنا نحملها. برامج التذكير، تذكر بايه، تذكر بحديث. الموس الذاكر بدل ما بيطلع على الشاشه سهم بيطلع سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. كذلك ايضا اياك ان تضع هذا الجهاز في مكان مغلق، بل ضعه في مكان مفتوح. يمر عليك الأب، تمر عليك الأم، يمر عليك الأخوة، تمر عليك الأخوات، حتى تكون في مأمن. ونصيحتي إذا كنت لست في حاجة إلى وجود هذه إلى وجود النت في بيتك، استغني عنه، وقطع هذه الوصلة فورا. إذا كنت لست في حاجة فهذا شر في بيتك. الذي يلي ذلك، كل موقع، كل صورة، كل فيلم، كل مشهد، كل لقطة مسجلة عندك في جهازك، قم الآن فورا وامحوها تماما وقل أبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. ونصيحتي أيضا لشبابنا، الرياضة حتى تشغل وقت الفراغ، لأن الفراغ عدو قاتل، وكثرة الفراغ في حياتك تؤدي بعد ذلك إلى دخولك على مثل هذه المواقع، ولا حول ولا قوة بالله. العب رياضة، اتحرك كثير، اجري، العب بعض هذه الأنواع من أنواع الرياضة المباحة حتى تشغل هذا الوقت من الفراغ. بادر لطالب العلم الشرعي، فهو أعظم سلاح ينفعك في هذا الوقت. كذلك أيضا اظهر بذات الدين إذا كنت قادرا على الزواج، فإن لم تكن قادرا فعليك بالبديل الآخر، إنه الصيام، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الأخير، ادعو الله عز وجل، بل غلف كل هذه النصائح بالدعاء، فهو سلاحك. قل معاذ الله، قل إني أخاف الله، تذكر ربك. قلبك الذي كان يهوى هذه الأمور بيد الله عز وجل، يقلبه كيف شاء. تدعو الله عز وجل أن يمن عليك بقلب سليم يحب الطاعة، يحب الإيمان، يحب الصالحين، بقلب بعيد كل البعد عن هذه الفواحش وعن هذه المنكرات.